تفضل. لينا فلينا ليس كذلك؟ ايش التفلين؟ يعني مصافحة الناس يعني من الايمن فلينا ليس كذلك ولا؟ انت مبين عليك انك اردني. اردني؟ اه لا انا من عكا يا شيخ. من عكا؟ نعم. فلسطيني يعني. لكن ما صرت اردني مثل حكايتي؟ ليس بعد. لا مبين عليك انك صرت اردني. لانك بتقول عن المصافحة سلام، فما هو سؤالك؟ سؤالي الان المصافحة بعد السلام الان يكون من لينا فلينا؟ اي نعم، بس المصافحة لا يسمى سلاما. اما مصافحة. ايوه مصافحة، هذا الذي اردت ان الفت نظرك اليه. فاذا اراد دخل مجلس وسلم، اولا يسلم تسليمة واحدة على جميع الحاضرين، ثم إن كان الحاضرون ميسر له أن يصافحهم فردا فردا بدأ باليمين، وإلا إن كان عددهم غفيرا كثيرا جلس حيث انتهى به المجلس مكتفيا بالسلام. بالنسبة لليمين بعضهم يعني يسلم باطن الكف، يكون عن اليسار على أساس يحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول البيت ويجعل الكعبة البيت الحرام عن على يساره، وهي بضاعة كمان مو أردنية. والله لعل أردنية لأن أنا السائل. لا أكيد أكيد أردنية. إيه هلأ أنت إذا دخلت من الباب، والباب لها جانبان يمين ويسار، فأنو باب أنو جانب يكون يمينك؟ عندك شك في هالبدهية هذه؟ الذي يكون يميني هو الذي يقابلني، الوجه الذي يقابلني من الباب. لا ما في وجه يقابلك الباب. إذا وقفت في وسط الباب في خشب قائم عن يمينك وخشب قائم عن يسارك، ولا مالي فهمان انه كان الصوره يا شيخ مش واضحه. يعني انا الان دخلت في المدخل، اما انت تتحدث عن الباب الذي يعني هو الباب الذي يفتح ويغلق؟ نعم الله يهديك. اذا كان الباب في وسط الغرفه تفهمني؟ نعم. طيب فيمينك، وراح اقول لك كمان شيء ثاني، الباب مستقبل القبله، فهمتني؟ وإذا دخلت من الباب يكون عن يمينك الغرب ولا الشرق؟ إذا استقبلت القبلة، إذا قمت تصلي إيش يكون عن يمينك، الغرب ولا الشرق؟ الشرق. يا الله يهديك. ما تعرف الشرق من الغرب؟ اي يا شيخ انا تخيلت اني انا ادخل من الجنوب من القبلة بالنسبة للأردن. اما اقول لك انت دخلت من باب تستقبل القبلة، مش الباب يستقبل، اي امامك جدار تستقبله بالصلاة. يعني المسجد، انت وين ساكن؟ اربد. في اربد. اذا كان غرفة مغلقة الجدار القبلي مغلق، وجدار الشمالي له باب، مفهوم إلى هنا؟ فإذا دخلت من هذا الباب لتصلي في هذه الغرفة، عن يمينك يكون الشرق ولا الغرب؟ الغرب. كويس. وعن يسارك شو بيكون؟ الآن هذا الباب الذي نتكلم عنه هو في وسط جدار هذه الغرفة، الجدار الشمالي. نعم الجدار الشمالي. نعم في وسط. أحسنت. عن يمين الباب الآن يعني الجهة الغربية في كرسي، وعن يسار الباب يعني الجهة الشرقية في كرسي، ماشي؟ نعم.
وكل من الكرسيين جالس شخص، فمن يكون عن يمينك؟ الذي على الكرسي الغربي. أحسنت، فتبدأ به بالمصافحة ولا بمن على الكرسي الشرقي؟ أبدأ به. وعلى ما سمعت أنت بالنسبة للطواف حول الكعبة، على ما سمعت شو بيكون الحكم؟ كل هذا فهم خاطئ بالنسبة لهم. أي بارك الله فيك. إياكم إن شاء الله. الآن خلينا نتوسع شوي. الكرسي الغربي في كرسي ثاني بجنبه، أي إلى القبلة. وهكذا حط صف تقريبا 10 أشخاص. وكذلك الكرسي الغربي، عفوا الشرقي، كمان 10 أشخاص جالسين على هذه الكراسي. فلما بدأت عن يمينك بالكرسي الأول، بمين بتثني؟ الذي يليه عن يميني جهة الغرب. فإذا هذا المثال بيوضح لك أن هذا القول الذي جاءك هو خيال وهم. فهمتني؟ نعم. إذ ما العلاقة بين الكعبة وهذا؟ ما في علاقة إطلاقا. مع ذلك لو أردنا أن ندقق شوي، ما أدري بتتحملني ولا لا. يجزيك الخير يا شيخ، ما في داعي لهذا الكلام. نعم. طيب جزاك الله خير. أنت رحت الكعبة شي مرة بزمانك؟ نعم الحمد لله. كويس. إذا الآن إن شاء الله راح تفهم مني كمان شيء زايد. هل رأيت خطا أسود يمتد من زاوية الحجر الأسود إلى الجهة الجنوبية الشرقية؟ نعم على الأرض. على الأرض أيوة. هذا الخط معمول مشان هل بده يطوف ما بيتجاوز الخط هذا، لحتى ايش يقف على هذا الخط ويستقبل الحجر الاسود بوجهه، وان استطاع يقبله بيكون هذا اكمل. ماشي. الان انت تصور نفسك امام الحجر الاسود وقبلته ولمسته ومشيت، مشيت يمينا ولا يسارا؟ يمينا. إذن كل القضية وهم في وهم، ونسأل الله لنا ولكم الهداية. جزاكم الله خير. في شيء غيره؟ لحظة شوية يا شيخ. نعم فيه.